يقدر مشروع ميزانية السير لسنة 2019 لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والهيئة العامة للغنية ب 418 مليار و 409 مليون و 273 ألف دينار جزائري، أي بانخفاض قدره هو 14 مليار و 2 و 297 مليون و 160 ألف دينار جزائري مقارنة بالاعتمادات المخصصة بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2018، أي بنسبة ناقص 3.34%. يبرر هذا الانخفاض بتعديل الاعتمادات المالية طبقا للحاجيات الحقيقية للمصالح، وهذا في إطار ترشيد النفقات العمومية، ويتمثل هذا الانخفاض الكلي حسب كل مصلحة فيما يلي: إدارة العامة ناقص 17.07%، مديرية العامة الحرس البلدي ناقص 0.81%، في حين عرفت ميزانيات بعض المصالح زيادة طفيفة بالنظر إلى المهام المنوطة بها، ويتعلق الأمر بكل من مديرية العامة للأمن الوطني زائد 1.98%، المديرية العامة للحماية المدنية زائد 0.46%، المديرية العامة للمواصلات الوطنية زائد 9.27%.